هديكوا فكرة سريعة في الفيديو ده عن الألفا بلوكر والأسئلة اللي فيها، بس عايزكوا تعرفوا في الأول إن إحنا بنقسمهم إلى نون سيلكتيف أو سيلكتيف ألفا واحد أو سيلكتيف ألفا اتنين. أول دواء معانا في النون سيلكتيف اسمه الفينوكسي بنزاميم. طيب إيه اللي بيجي في الدواء ده؟ أول حاجة الميكانيزم أوف أكشن بتيجي في الإم سي كيو. بتيجي ازاي؟ بيقول لك هو نان كومبيتيتيف ولا كومبيتيتيف؟ طبعا هو نان كومبيتيتيف، بالله عليكم تركزوا عليها عشان بتيجي على طول في الام اس كيو. نان كومبيتيتيف الريفيرزابل ده الفينوكسي بنزامين. يبقى عندنا ثلاث ادويه نان سيلكتيف الفا بلوكر، اول واحد اسمه فينوكسي بنزامين، بعد كده فينتولامين والتولازولين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم هيقفلوا لي الالفا واحد والالفا اتنين. طيب ايه اللي هيحصل لما اقفل الالفا واحد والالفا اتنين؟ لما اقفل الفا واحد، انتوا عارفين الكلام ده، لما اقفل الفا واحد هيحصل لي فازو دايلاتيشن. ولما يحصل لي فازو دايلاتيشن الضغط هيعلى ولا هيقل؟ هيحصل ديكريز في البلد بريشر. وفي معلومه كده احنا حافظينها مع بعض، الضغط لما يقل بيحصل لي حاجه اسمها الريفلكس تاكي كارديا، والضغط لما يزيد بيحصل لي حاجه اسمها الريفلكس برادي كارديا، العكس يعني. طيب هنا الضغط لما قل حصل لي ايه؟ حصل لي ريفلكس تاكي كارديا. تاكي كارديا يعني الهارت ريت زاد ولا قل؟ لا، الهارت ريت ايه؟ زاد. ده لما قفلت الالفا واحد. طب لما اقفل الالفا اتنين ايه اللي هيحصل؟ لما اقفل الالفا اتنين السمباثاتيك اوت فلو اللي طالع من البرين هيزيد. ما احنا عارفين الالفا اتنين اللي في البرين لما بتشتغل بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي انهبيشن. طب لما اقفلها هيحصل لي ستيموليشن والسمباثاتيك اوت فلو هيزيد. المحصله انكريز في البلاد بريشر وزياده في الهارت ريت. طيب من الكلام اللي قدامك ده ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هيحصل لي التاكي كارديا ونو تشينج في البلاد بريشر. طيب ليه؟ تعالوا بصوا معايا، ليه البلاد بريشر ما اتغيرش؟ لان انا اول حاجه قللته بعد كده زودته، يعني مفيش تغيير. اما التاكي كارديا لما قفلت الالفا واحد حصل لي تاكي كارديا، ولما قفلت الالفا اتنين حصل لي تاكي كارديا برضه اللي هو زياده في السمباثاتيك اوت فلو. طيب تاني حاجه بيعملها الدواء ده او تاني اكشن ليه هو انتي سيروتونين. ثلاثه انتي، انتي سيروتونين وانتي هيستامينيك وانتي ايه؟ وانتي ماسكارينك. انتي ماسكارينك يعني زي دواء اسمه الاتروبين زي ما انتوا عارفين. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن والاكشن بتاعه. انت كل اللي فيها هتقفل الالفا واحد والالفا اتنين وتشوف ايه اللي بيحصل لما بقفلهم، وبتزود ثلاثه انتي فيه، انتي سيروتونين وانتي ماسكارينك وانتي هيستامينك. الدوايين التانيين اللي قدامنا اللي هم الفينتولامين والتولازولين نفس الاكشن بتاع الايه؟ بتاع الفينوكسي بنزامين، ما عدا ان هما هيستامين لايك واستايل كولين ايه لايك. يعني الفينوكسي بنزامين كان انتي هيستامينك، اما الفينتول لا هيستامين لايك. الفينوكسي بنزامين كان انتي ماسكارينك، لا الفينتولامين ايه العكس بتاع استايل كولين لايك. حلو حلو. طيب الادويه دي تستخدم في ايه؟ بتستخدم في علاج الضغط العالي اللي بسبب مرض اسمه الفيوكروموسايتوما. طيب يعني ايه فيوكروموسايتوما؟ ببساطه كده يا جماعه، لما يحصل لي تيومر في الادرينال المدلع بسمي المرض ده فيوكروموسايتوما. هو ايه المشكله لما يحصل لي تيومر في الادرينال المدلع؟ هتزود لي افراز الادرينالين، والادرينالين لما يزيد في جسمي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي هايبر تنشن. بستخدم ايه في حاله الفيوكروموسايتوما؟ بستخدم الفينوكسي بنزامين والايه والفينتول امين. حلو حلو، ده ببساطه كده وبسرعه. بالنسبه للاعراض الجانبيه في حاجات مشتركه بين الفينوكسي بنزامين والفينتولامين والتولازولين، الاربع حاجات اللي قدامنا دول بيعملوا لي البوستشرال هايبوتنشن، واسمه الثاني الاورثوستاتيك هايبوتنشن. يعني ايه بوستشرال هايبوتنشن؟ يعني يا جماعه ببساطه جدا ده هايبوتنشن بيختلف على حسب البوزيشن. بتحصل لناس كتير لما تيجي تصحى من النوم او تقوم من السرير بتحس بدوخه وان هي عايزه تقع او تقعد تاني، ده اسمه ايه؟ اسمه بوستشرال هايبوتنشن. طيب ده بيعمل لي ايه تاني برضو؟ بيعمل لي تاكي كارديا وخلاص عرفناها من الاكشن، وبيعمل لي نيزل ستافنس. يعني ايه نيزل ستافنس؟ يعني نيزل كونديشن، يعني احتقان في النوز. ليه بيعمل لي كده؟ لانه بيعمل لي فازو دايلاتيشن زي ما عرفنا فوق. واخر حاجه بيعمل لي سيكشوال ديسفانكشن. طب ليه بيعمل لي سيكشوال ديسفانكشن؟ لانه انتي سيروتونين لو خدتوا بالكم ايه فوق كده. حلو حلو، يبقى دول الاربعه السايد افكت المشتركين اللي هطلعهم من الاكشن. طيب بزود ايه؟ بزود في الفينوكسي بنزامين برضو من الاكشن ان هو اتروبين لايك سايد افكت اللي هو انتي ماسكارينك. يعني اطلعوا فوق معايا برضو هتلاقوا من ضمن الاكشن ان هو انتي ماسكارينك، بكتبها برضو فين؟
في السايد افكت، يبقى هكتب مشاكل الاتروبين في السايد افكت. الاتروبين بيعمل ايه؟ بيعمل لي دراي ماوس وكونستبيشن ودراي اي والكلام اللي احنا عرفناه في شرح الاتروبين. طيب بزود ايه بقى في الفنتولامين؟ هو الفنتولامين انتي ماسكارينيك ولا زي الاستايل كولين؟ لا زي الاستايل كولين، يبقى استايل كولين لايك. ايه مشاكل الاستايل كولين؟ عرفناها برده، نوزيا وفومتنج ودايريا والكلام ده كله. حلو حلو، ده بسرعة كده شرح النان سيلكتيف الفا بلوكر، شرحنا الاكشن والسايد افكت بتاعتهم وايه واستخداماتهم. طيب السيلكتيف الفا واحد بقى ركزوا لي عليها معلش، دول كذا دواء بينتهوا بمقطع اسمه سين، زي ما قدامنا دواء اسمه البرازوسين واخواته اللي تحت دول اللي هم مين. اهم واحد تركز لي عليه التامسولوسين، اهم واحد بعد البرازوسين في السيلكتيف الفا واحد التامسولو ايه؟ التامسولوسين. طيب تعالوا بقى نشرح السيلكتيف الفا 1 بلوكر. الاكشن بتاعها بمنتهى البساطه عكس الايه، عكس النان سيلكتيف. يعني النان سيلكتيف لو خدتوا بالكم كانت بتعمل لي او نو تشينج في البلاد بريشر بس بتعمل لي تاكي كارديا، هنا العكس بقى، هنا بتقلل لي الضغط بس نو تاكي كارديا. حلو حلو. طيب ممكن يجي يسالك سؤال، هي ليه السيلكتيف الفا 1 بلوكر ما بتعملش تشينج في التاكي كارديا او في الهارت بيتس، او ما بتعملش تاكي كارديا ليه؟ لانها بمنتهى البساطه، تعالى كده بتقفل لي الفا واحد، واحنا خلاص عرفنا ايه اللي هيحصل لما اقفل الفا واحد، الهارت ريت هيزيد، بس ما بتقفلش الفا اتنين، يعني الفا اتنين شغاله. طب ايه المشكله لما الفا اتنين تبقى شغاله؟ لما الفا اتنين تبقى شغاله هتبقى انهبيتوري، فهتقلل لي الهارت ريت، عشان كده ما بتعملش تاكي كارديا. طيب في سبب تاني برضو ان هي ما بتعملش تاكي كارديا، بتمنع حاجه اسمها البي دي اي اللي هو الفوسفو دايستريز انزيم. الفوسفو دايستريز انزيم يا جماعه ده اللي بيكسر لي السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي. انتوا عارفين السايكليك اي ام بي لما تبقى موجوده بتعمل لي تاكي كارديا، والسايكليك جي ام بي لما تبقى موجوده بتعمل لي برادي كارديا. دلوقتي انا مش هكسرهم، هحافظ عليهم، هحافظ على السايكليك ام بي والسايكليك جي ام بي. المحصله واحد بيعمل تاكي وواحد بيعمل برادي، المحصله نو تشينج او نو تاكي كارديا. حلو حلو. طيب البرازوسين بقى عايزك تعرف بيستخدم فيه، بيستخدم برضو في علاج الضغط زي الاسنشال هايبر تنشن. اسنشال هايبر تنشن زي ما هنشرح بقى بعدين في شابتر السي في اس ان شاء الله السنه الجايه، بعد شهر يعني السنه الجايه. الاسنشال هايبر تنشن اللي هو البرايمري هايبر تنشن، والارجنسي هايبر تنشن. يعني ايه ارجنسي هايبر تنشن؟ ببساطه يا جماعه الضغط لما يبقى اعلى من 180 على 110 بس ما بيسببش اورجان دامج بسميه ارجنسي هايبر تنشن. واخر حاجه بيستخدم فيها البناين بروستاتيك هايبر تروفي، ودي اتكلمت عليها كذا مره. مشكله البروستات يا جماعه لما تبقى يحصل فيها هايبر تروفي او تتضخم بتضغط لي على ايه؟ على اليوريسرا، فهتقلل لي اليورين اوت فلو. بستخدم بقى في علاجها الالفا بلوكر عشان توسع لي او تعمل لي دايلاتيشن فين؟ في السفنكتر، وتزود لي اليورين اوت فلو. حلو حلو. تعالوا بقى لحته الام سي كيو، مين الدواء اللي السايد افكت بتاعه اسمه فيرست دوز فينومينا؟ البرازوسين واخواته. الايه؟ البرازوسين. يبقى الدواء اللي السايد افكت بتاعه اللي بتيجي في الام سي كيو عباره عن فيرست دوز فينومينا، هو فاهمكم يعني ايه؟ اسمه البرازوسين. طب يعني ايه فيرست دوز فينومينا؟ يعني الدواء لما ياخده اول مره بيعمل لي سايد افكت اللي هو اسمهم الهايبوتنشن وزينكو، بعد كده ما بيعملش. يبقى الدواء لما اجي اخده لاول مره بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سايد افكت. اسمهم ايه؟ اسمهم الفيرست دوز فينومينا، عباره عن هايبوتنشن تمام وسينكوب. سينكوب يعني اغماء زي ما انتم عارفين، بالاضافه للسايد افكت الكومن اللي هي الهيديك والنوزيا والايه والسيكشوال ديسفانكشن. دي الحاجات اللي عايزكم تركزوا عليها. طيب عايزكم تركزوا على سؤال بقى في التامسولوسين. التامسولوسين برضو ده سيلكتيف الفا 1 بلوكر. طيب تركزوا على ايه؟ على ايه فيه؟ بقول لك ده الدواء اللي بحب استخدمه في علاج البناين بروستاتيك هايبرتروفي لو مش معاها هايبرتنشن. يبقى مين الدراج اوف تشويس في علاج البناين بروستاتيك هايبرتروفي اللي اختصارها بي بي اتش لو مش معاها هايبرتنشن؟ التامسولوسين. طيب ليه؟ لانه سيلكتيف على ريسبتور اسمه الالفا 1 اي. على فكره يا جماعه الالفا ريسبتور في منها سب تايبز، يعني مش الفا 1 والفا 2 بس، لا الالفا 1 والفا 2 ليهم او منهم سب تايبز برضو، الفا 1 بي والفا 1 اي والكلام ده كله. التامسولوسين بقى سيلكتيف على الفا 1 اي. ايوه ايه المشكله يعني لما يبقى سيلكتيف على الفا 1 اي؟
يعني هيروح يشتغل على البروستات بس، هيروح يشتغل عليه على البروستات بس. وانا في المرض ده عايز الدواء يروح يشتغل عليه على البروستات بس، مش عايز يروح يعمل اكشن في اي مكان تاني. يبقى تكتب لي في الاجابه لانه سيلكتيف او عنده هاي افينيتي ليه للالفا 1 ريسبتور. الفا 1 ايه ريسبتور. حلو حلو. عايزك تحفظ لي بس اسم السيلكتيف الفا 2 بلوكر، اسمه اليوهم بين. اسمه ايه؟ اليوهم بين، عشان الام سي كيو ده بسرعة كده بدون أي تعمق والله وبمنتهى البساطة. واللي في حاجة مش فاهمها أو عايز يفهمها كويس يبقى يكلمني، مفيش أي مشاكل.